قال شو؟ قال بدها تعمل لي قهوة مفكرة حالة أزكى مني. بتقلك بغلي لها القهوة وبحط لها فيها سم وهيك بتقتلني وبتنتقم مني لأني حلوة ومخطوبة. إيه لا حبيبتي ست جوري أنت ما نكدي ما حذرتي. يا الله هلا وقتك أنت. تاكسي وين؟ قلنا لك عملي قهوة أخذتيها وفايت تشربي بغرفتك؟ لك إيه؟ وأنتي عم ترسمي؟ قلت لحالي بدي عطلك كون شربت القهوة كوني خلصتي. نسرين تعي لهون. لوين؟ لهون. لوين؟ لهون. شاطرة؟ كمان شوي؟ يلا نسرين رح تصلي اليوم. ولك شبكي شبكي؟ من امبارح وضعك مو عاجبني. انت زعلانة مني بشي؟ ابدا ابدا. طيب ما في مشكلة. فوتي بدلي اوعيكي وحطي مكياج طلعي لنا ظريفة مثل العادة لأنه أنا عازمتك على دقيلي. هلأ بنحكي مع زينة وبتخليها تلحقنا على المحل. أوكي؟ عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. نسرين شبكي بزعل منك. ها بسم الله على قلبك ليكي علبة مكي جوا. فوتي هيك عملي لك طرشتين ثلاثة لأنه صرتي مثل الليمونة. أوعى الباب. أوه. شو قلبك المخرفش هاد؟